بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم البنات. مرحبا بكم في قناتكم أم لا في المدح. دبات إن شاء الله تكونوا كامل بخير يا رب العالمين. وصفة اليوم هي لابوش والشوكولا، يعني نوعين من الشوكولا. درت شوكولا بالحليب والشوكولا السوداء، يعني مزيج ما بين الشوكولاتتين يعطي مذاق رائع. نتمنى الوصفة تنال إعجابكم. ندوزو أولا نحضرو لاجينواز. عندي هنايا لاجينواز 4 حبات بيض، عندي 120 غرام سكر و 80 غرام فرينة مع 40 غرام تاع بودرة اللوز. واللي ما تحبش دير اللوز، هي الوصفة الأساسية 120 غرام فرينة مع 120 غرام سكر. أنا نقصت من الفرينة وضفت نحيت منها 40 غرام وعوضتهم باللوز. ندوزو هنا للتحضير. حنفرق بياض البيض عن الصفار، يعني ندير في دويسيكيون نحط 4 صفار وحدهم وربع بياض، حنضربهم اونيج. نكمل انا نطلع بياض البيض وندوز كما راكم تشوفوا معايا هنا طلع مليح. ندوز 4 صفار البيض، حنضيف لهم الكميه تاع السكر وحنخلطهم مع بعض. كما قلت لكم السكر 120 غرام، واللي تحب تعوض بودره اللوز باي يعني بالدق ولا جوز ولا اي حاجه ولا بالفرينه، يعني حجي جينواز تاعها رائع. قلت لكم الوصفه الاساسيه هي 120 غرام فرينه مع 120 غرام تاع السكر مع 4 حبات بيض. هذه هي الوصفه الاساسيه تاع لاجينواز. هنايا بعد ما دربت صفار البيض مع السكر، نقعد نضيف في البياض البيض تدريجيا، ما نضيفوش يعني في مره، يعني 3 ولا 4 مرات، ونخلط غير بلا سباتول غير بشويه باش ما نكسرش البياض البيض وما يحبطلناش. الفرن تاعي مسخن على درجه الحراره 180. هنايا لازم الفرينة تاعنا تكون مغربله ولا غرب ليها على دانيير مينوت، مع اللوز كذلك. هما كذلك نضيفهم غير بشويه ونقعد نخلط من الفوق الى الاسفل كما راكم تشوفوا معايا، يعني واضح في الصوره. نقعد نضيف 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 غير بشويه حتى وين تكمل الخليط. هنا الصينيه تاعي مغلفه بابي كويسون ورايحه نفرش هاد الخليط بلا سباتول. نخليها تطهى 10 دقائق على درجة الحرارة 180، يعني 10 دقائق وما نزيد لهاش، تجي هشيشة بزاف. هنا ما نديرهاش مسطحة بزاف بزاف بزاف، يعني عادي، يعني واضح في الصورة. شوفي الأخت الكريمة كيفاش درت لها هنايا. هلا نخبط شويه البلاتو، ماني خرجتها هنا من الفرن، قلت لكم خليتها ترتاح 10 دقائق. هنايا بعد 10 دقائق ما طابت وهي سخونه، قلبتها على تورشون نقي من الدي ونلفها، ونقعد نلف فيها ونخليها ترتاح على الاقل ساعه، يعني على الاقل تخليها ترتاح ساعه. نجوزو نحضرو لاغاناش اللي حضرتيها ليله من قبل يكون احسن. انا واش عندي هنا، عندي 120 غرام شوكولا سوداء فريسيكيون تاعي، نضيف لها 80 غرام شوكولا بالحليب، يعني نزيد نكسرهم مليح مليح. عندي 80 غرام سكر عادي و16 غرام زبده و60 سنتيلتر كريمه. كريمه لازم تكون فيها 35% لا ماتيير غراس باش تطلع لك لا شانتيي مليح. لازم تكون قلت لكم 35% لا ماتيير غراس. نجي نحضر انا السيرو، نخلط السكر نخليه وحده حتى وين يدوب، حتى وين يدوب يرجع كراميل. نخرجه من النار ونضيف له 16 غرام زبده، نخلطه مليح مليح. شوفي معايا اختي، انا قلت لكم ندير السكر هو الاول اللي يدوب في الكاسرونه وحده على نار مهيله يولي كراميل، نحيه من النار ونضيف له 16 غرام زبده
نخلط مليح 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 ونضيف عليه الكريمة. تمتم يعني ما نطول، شو هي هو سخون، نضيف عليه الكريمة. كي نضيف عليه الكريمة قلت لكم ديجا من قبل هدية، إلا ضفتي الكريمة وهي باردة راح يتقلص معك السكر، يعني ما تخافيش راح يجمد، باسكو علاش؟ الكريمة راهي باردة والسكر تاعنا راه سخون. عادي تعاودي ترجعيها فوق النار وتقعدي تخلطي تخلطي تخلطي، شوفي حتى وين يدوب معاك لو سكر هذاك. من بعد الخليط فرغيه على المزيج تاع الشوكولا السوداء، خلطيهم شوية بالفويه، عاودي لهم بالميكسور، دخليهم الثلاجة بعد ما يرتاحوا يعني ليلة كاملة، تعاودي تخرجيهم وتضربيهم بالفويه مليح 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 حتى وين يطلع معاك تولي شونتيي. نوج دو سيرو عندي 175 غرام ماء مع 75 غرام سكر، نخليهم يغلو مدة 5 دقائق ولا حتى 8 دقائق، نحطهم على جنب. نخرج لاجينواس تاعي، نفتحها مليح ونقادها من الأطراف يعني بالسكين، نحي لها الأطراف باش تجي معنا مستطيل يكون يعني متساوي، ونرشها بالبانسو بالسيرو اللي قلت لكم عليه، وندير طبقة على الشونتيي تاعنا تاع الشوكولا السوداء مع الشوكولا بالحليب، ونقعد نلف في البسكويت البسكويت تاعنا، نلفو مليح حتى الاخير يعني عفوا الفيديو تكوبالي. من بعد نخليه يرتاح كذلك لمدة ساعة، ونفتح نحيه من البابي كويسون ونضع عليه كامل لا شونتيي تاعنا من الفوق، يعني ماشي شرط يجي متساوي، اصلا رايحه نعملوا له خطوط بالفرشات. دونك كما قلت لكم راح نعمره مليح بلا شونتيي حتى الجانبين تاعو، نضيف له لا شونتيي وشنو نخليها لهنا في الثلاجه كذلك ترتاح باش لا شونتيي تاعي تشد مليح. بالفرشات نعمل هاد الخطوط اللي راكم تشوفوا فيها، ونزين لابيش تاعنا باللي شامبينيون اللي كنا شفناهم تاع لا مارينغ، وبالفواكه اللي يكونوا عندنا، واذا كانت عندك يعني ورقات خضوره يجوا تجي رائعه في المنظر كذلك. ونتمنى الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، ونجيب لا سباتول تكون طويله نتحيها تحت لابيش باش نقلبها في صحن التقديم، تجيكم سهله باش ترفدوها هكذا. التزيين يقعد اختياري، انا في الصحن جبت الكاكاو فوتو في لاباسوار، وزينت كذلك قليل من الكاكاو من الفوق تاع لابيش، وزينت كما قلت لكم بلي شامبينيون بالفواكه اللي تكون متوفره. نتمنى الوصفه تكون نالت اعجابكم، ولا نالت اعجابكم ما تنساوش ديروا جيم، واللي مش مشتركين في القناه يضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس، هكذا حبيباتي باش يوصلكم عفوا كل جديد. ابقى لي نقولكم دمتم في رعايه الله وحفظه، امسيه طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام بنات.